احنا بنتكلم في اول يوم عمل بعد اعلان تنفيذ او بعد بدء تطبيق قرارات الحكومه بالتحصيل الالكتروني لمدفوعاتها او لمستحقاتها. اول يوم من خلال 1200 فرع شايف شكل اقبال العملاء على بطاقه ميزه عامل ازاي؟ الحقيقه الافاده اللي بتجي لنا طبعا عن تعاملات العملاء واقبال العملاء لا افاده جيده جدا، في اقبال جيد جدا على البطاقه. حتى العملاء اللي هم عندهم كروت فيزا وماستر كارد واللي هي اشباه نظام المدفوعات الالكترونيه بالنسبه لبطاقه ميزه، لا بيقبلوا على شراء البطاقه نظرا ان ما ليها من مميزات هتبقى جيده جدا. اول بطاقه وطنيه تحمل علامه تجاريه مصريه، بطاقه بتتعامل بيها داخل جمهوريه مصر العربيه، تتعامل في كافه المعاملات الحكوميه. يعني انا معايا بطاقه زي فيزا او ماستر كارد وفي نفس الوقت في بطاقه ميزه، ايه الفرق يعني؟ ليه دي وليه في نفس الوقت ممكن يبقى عميل عنده بطاقات دفع تانية ويروح ياخد بطاقه ميزه؟ بشكل مبسط جدا بطاقه ميزه ما بتشترطش ان انت يبقى ليك حساب بنكي. يعني ده ابسط حاجه خدت اللي هنحطها كده في اطار مبسط للعملاء، عميل او اللي بيستحوذ او بيقدر ان هو ياخد بطاقه ميزه ما يشترطش ان هو يكون عنده حساب بنكي مصرفي.